نقطة طبعا مهمة معلش. دلوقتي في ناس عندها شهية أحيانا بتبقى مش عارفة تحجمها تمام. وبتبقى ضعيفة قدام الأكل وخلينا نحترم ده طبعا. وفي ناس تانية بتبقى عايزة تساعد عامل مساعد ليها. أنا دايما أسمع عن حاجة ومش عارفة ده الصح بتاع حضرتك اللي هتقول لنا. المنتجات اللي هي بتبقى بعض الحاجات اللي هي بتبقى أكياس بتدوب في المية تمام. وبس بتملى بتدي نسبة كده ملء للمعدة بشكل معين تمام. عايزة أعرف الحاجات دي آمنة وكويسه للاستخدام ان احنا ممكن نحجم شويه من الشهيه بشكل معين عشان تساعدني في رتم الحياه ان انا برجع اخر اليوم اكل وجبه واحده وده غلط طبعا. طيب ده حقيقي كويس يعني افكتيف يعني فعال مع بعض الناس وايه ايه بقى الاضرار بتاعته وايه مميزاته هنتكلم عن ده بقى بالتفصيل بمنتهى الشفافيه والامانه. دلوقتي انا هتكلم النهارده عن منتج بيستا اوكي. المنتج ده ايه اللي بيميزه ويخليه امن لبنتي ولبنتك ولوالدك ولوالدتك ولكل الاعمار السنيه والناس الكبار حتى اللي عندهم مشاكل وامراض مزمنه ايفن لو طفل مريض سكر مولود بالنوع الاول من السكر ليه يا دكتور حتى الحوامل والمرضعات كل الرينج ده المنتج ده امن ليهم ليه يعني انت ضمناه قوي كده ازاي هقول لك حاجه بسيطه جدا انا طول ما باخد حاجه طبيعيه 100% قائمه على الالياف يعني احنا دلوقتي كل دكاتره التغذيه والشيفات زي حضرتك كل الناس الجميله دي اللي بتطلع على التلفزيون بتوصل رسائل مفيده للمشاهد كلنا بنقول الشوفان الفريك البليله طب ليه طول النهار ننصح بيهم في اسلوب الحياه الصحي والدايت بس للاسف بنعمل غلطه بسيطه جدا ان احنا مجرد ما حد فينا بيقول ان الحاجه دي مفيده المستمع بيفتكر ان هي مفيده فناكل منها كميه كبيره طب ما هي فيها سعرات حراريه حضرتك خدت صحيح. طبق شوفان فاكر ان هو صحي بيخسس ودي معلومه خاطئه ومفيش اكل بيخسس فانت خدت 500 سعر حراري وده رقم مهول ممكن يكون نص احتياجك اليومي من الشوفان طب يا دكتور اديني حاجه تديني فايده الشوفان وهي الالياف الطبيعيه احنا معانا حاجه نزل لنا دلوقتي الفيديو بتاع بيستا ايوه بيستا ده بقى عرفينا بيه يا دكتور انا بجد المنتجات دي انا يعني ايه سمعت عن حاجات كويسه بس متخوفه منها وانا شايفاها حاجات طبيعيه بس قولي لنا ايه العيوب والاضرار انا عايزه دلوقتي حاجه انا دلوقتي الصوره ظاهره قدامنا على الشاشه ده اكياس فيها ده ايه بقى ده دي العلبه فيها اكياس احنا المفروض بنعمل ايه وده اللي انا كنت لسه بتكلمه دلوقتي الالياف الكيس ده يحتوي على قوه ثلاثيه من الالياف قوه ثلاثيه من الالياف اللي هي ايه يا دكتور السيلينيوم سوري السيليوم الشوفان ردة القمح يبقى أنا خدت فايدة الأكل اللي احنا بنقول للناس عليه إن هو مفيد عشان بيملى وده طبعا البطن. بنسب النسب المظبوطة طبعا بنسب المظبوطة تمام وهي حاجات مش بس نسب مظبوطة يا شيف هي طبيعية 100% يعني أوكي. خلاصة اللي انت تاخديه في الأكل بس بدون سعرات لأن هو أنا استخدمه بالنسبة لي لفقدان الوزن يبقى أنا اديتك فايدة اللي الدكاترة والشيفات بيقولوا لكم كلوه عشان مفيد عشان بيملى البطن طب برضو يا دكتور التلات عناصر دول اللي هم طبيعيين 100% وقوة ثلاثية وآمنين زي ما أنا لسه بقول لكل الأعمار ولكل المشاكل الصحية دورهم ايه؟ هيحلوا المشكله اللي انت لسه بتقولي لي عليها ازاي للناس واللي على فكره واللي عندهم اوزان كتير عايزين ينزلوها وخلي بالك حتى انا وانت كلنا بيجي لنا اضطرابات هرمونيه، اضطرابات مزاجيه، تقلب فصول، مشاكل في النوم صحيح. وارد عند اي حد فينا يحصل عنده مشكله بسيطه جدا جدا انه شهيته مش قادر يعمل عليها كنترول صحيح طيب. هل نسيب نفسنا؟ لا طبعا هل انت هتسيبي نفسك؟ هل انا هسيب نفسك؟ لا فرقنا عن اي حد تاني ان هو بيسيب نفسه لغايه لما المشكله تحصل ويبتدي يدور على الحلول، يا جماعه دلوقتي اي حد بيعاني من مشكله في ان هو يعمل سيطره على الشهيه، انا طول الوقت فيها. دكتوره حاسه ان انا جعانه، انا ما بشبعش، انا باجي بالليل انا بروح البيت باكل الوجبه الرئيسيه اللي هي الغداء او العشاء بسهر بالليل شويه قدام التلفزيون هو الوقت اللطيف اللي في اليوم وهو ده اللي باكل فيه كل حاجه بقعد قدام التلاجه طيب حلنا ايه ما نستناش يا جماعه ما نستناش حتى ننزل نروح لدكتور الدايت ولا نبذل المجهود اللي هو صعب ده كمان انا هاخد من 2 لـ3 كيس ساشت من اللي موجود في العلبه على مدار اليوم على مدار يعني اليوم. مثلا بعد الفطار بعد الغداء بعد العشاء قبل كل وجبه عشان دي بقى هتعمل ايه ده هيعمل 3 حاجات هيعمل تنظيم لعملية الهضم نمرة 2 مادة مالئة هتنفش في معدتنا وهتضطرينا نشرب مية بالظبط كده لان انت اصلا هتاخديه هتدوبيه اساسا في كوباية مية مثلا 150 ملي او 200 ملي سواء لبن او مية او عصير ودي ميزة تانية حلو ده مش بس كده بقى خصوصا احنا بنتكلم على الاطفال وكبار السن وطعمه مستصاغ يا دكتور بقى
طعمه تفاح رائع جدا بدون الوان صناعيه ولا مكسبات لون. فانت بتتكلمي عن حاجه طبيعيه ما فيهاش اي اضرار، بتملى بطنك، بتنظم الهضم للناس اللي عندها امساك اسهال. خلي بالك الفوائد الالياف دي في ناس ما بتاكلهاش حرام بتتاذي. طب دكتور سؤال معلش، انا افرق ازاي بين المنتج الكويس والمنتج اللي مش كويس؟ حاجه بسيطه جدا، ريفرنس لينا كلنا. انا كدكتور ريهام انا مش هخش في انا بقرا العلبه المكتوبه بره لكن مش هدخل في المكونات جوه. الريفرنس اللي لينا كلنا هو تصريح وزاره الصحه. أوكي. واعتقد هيظهر دلوقتي على الشاشه. يعني احنا خلاص نتعامل مع المتواجد في الصيدليات بقى يا فندم. اي حاجه في الدنيا احنا بنروح نجيبها من الصيدليه او حتى هنطلبها، وبيستا تقدروا تطلبوه من الارقام اللي هتظهر على الشاشه. أوكي. التواصل مع الفريق بالظبط كده، التواصل مع الفريق والارقام اللي ظاهره على الشاشه نقدر نطلب المنتج، وفي خط ساخن. ومش بس كده بنتابع، يعني انا دايما بقول كمان انه مش بس احنا بنخس بطريقه صحيه وامنه، بنحقق تصريح بالظبط كده. طب والله ميرسي لحضرتك. لا ده ضروري جدا صدقيني، لان احنا دلوقتي بنعاني من لا احنا خلاص حاجات بقينا كتير جدا في السوق. فانا كطبيبه، انا مش هقول لك انا كأم، مش هقول لك انا كأي ست ربه منزل قاعده بتتفرج علينا دلوقتي عايزه تدي لولادها. طبعا ولادك اغلى حاجه عندك. طب أهلك. وانا نفسي بالظبط، انت عايزه تخسي. انا متخوفه يا دكتور، يعني ساعات اقول ايه الواحد بيبقى نفسه ياخد حاجه تساعد. عارفه انا ساعات امنع كل حاجه تيجي البيت بالزبط. عشان ما يبقاش موجود فما اضطرش اكل. بالظبط، دي حقيقه. فاحنا لازم حتى لو انت عملتي ده، وعلى فكره انا بحترم جدا اللي بيعمل كده، وصدقيني بقول لكل الامهات برضو اللي بيجوا لي يشتكوا من ولادهم ويعني يحسسوني ان الطفل ده عامل جريمه، ولا انت الكبيره مش قادره تسيطري على شهيتك. أوكي. انت الكبيره مش قادره تسيطري على داخل ايه بقك وخارج. فلما تيجي تقولي على طفل، لا انت الام، انت المسؤوله. ان زي ما انت بتقولي بجيب ايه في بيتي، بحط ايه في ثلاجتي، اختياراتي من الاكل ايه، ده دورك انت كأم، ده الدور الاول. طب نمشي عليه قد